تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب بشكل سنوي، حيث يعد منصة للشركات والمؤسسات والأفراد لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم. نعم جمال، الدورة الجديدة من المعرض أتت تحت شعار فصول الثقافة، وتعد جسرا ثقافيا لفهم الآخر ومساهما رئيسيا في الحراك الثقافي الوطني، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع وزيادة الوعي المعرفي. بدأ معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 في استقبال زواره تحت شعار فصول الثقافة، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة، ليقدم على مدى 10 أيام برنامجا ثقافيا شاملا يغطي أوجه الإبداع كافة من خلال أجنحة دور النشر إلى جانب أجنحة الهيئات الثقافية والمؤسسات العلمية والأكاديمية في المملكة العربية السعودية وأنشطة توعوية في عدد من القطاعات الثقافية. احنا سعداء اليوم في المناسبة اللي نعتبرها عرس ثقافي لكل من يقرأ وكل من يكتب أيضا. مثل هذه المناسبات تسهم في تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع في ظل التحول الكبير اللي نشهده اليوم في العالم الرقمي وزحفة على مجالات مناحي الحياة. المهم في هذا المعرض اليوم ان احنا قاعد نشوف انه ايضا هناك مساحة كبيرة للكتاب الرقمي مواكبة هذا التحول اللي قاعد يصير في المجتمع ومواكبة التطور. هذا المعرض الله يسلمك اليوم أيضا يعطي صورة أن الكتاب والكلمة والحرف والثقافة ما زالت قوية ولها حضورها في مجتمعنا وفي وجداننا نحن على مختلف الأعمار مختلف الأجيال. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعد بمشاركتي في معرض الرياض الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي يكبر دون أن يشيخ وتتجدد جهوده وبرامجه وأنشطته بأصعدة متنوعة. شكرا لوزارة الثقافة السعودية وشكرا لهيئة الأدب تنظيم هذا اللقاء. نحن في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بشراكة أيضا مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسة اللغوية ننضم إلى هذه التظاهرة بعدة مشاركات، أهمها هذا الجناح الذي يقدم برامج المجمع وأنشطته ويعرف بها ويشرح طرق الوصول إليه والتعاون معها منطلقين من أن اللغة العربية مسؤولية الجميع. هذا ويقدم المعرض في برنامجه الثقافي نخبة من الكتاب والمؤلفين الذين سيتحدثون للزوار عن مؤلفاتهم عبر سلسلة لقاءات حديث الكتاب، إضافة إلى الندوات والمحاضرات الثقافية والجلسات الحوارية التي تستضيف المفكرين والمبدعين في مختلف الموضوعات، إلى جانب ما يزيد عن 150 ورشة عمل في مختلف المجالات الثقافية. طبعا احنا سعيدين بهذه المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته 29 اللي تنظمها هيئة الآداب للنشر والترجمة تحت وزارة الثقافة. دائما ما نشارك في هذه المعرض لتعزيز الروابط الثقافية ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية الشقيقة. طبعا معرض الرياض الدولي من أهم المعارض على مستوى الوطن العربي لما يشكله من أهمية وثقل على المعارض اللي موجودة. معرض الرياض طبعا يشكل أهمية كبيرة كمملكة العربية السعودية والحركة الثقافية الموجودة هنا، يهمنا نكون متواجدين هنا في الرياض لنقل صورة ثقافية مبسطة عن الشارع الإماراتي والثقافة في الإمارات لإخواننا بالسعودية. والله أنا أرى أن المعرض أصبح واجهة حقيقية للمملكة العربية السعودية، يعني نحن نرى العالم كله الآن يجتمع في هذا المعرض بصدق إنجاز لا يساوي إنجاز، هو إضافة جديدة لإنجازات هذه الدولة العظيمة. وتعد تونس ضيف الشرف للمعرض هذا العام إذ يحتفي بالثقافة التونسية عبر عدد من الفعاليات في التراث والثقافة التونسية، حيث تستضيف كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والمختصين في الثقافة والتراث التونسي لإحياء ليالي المهرجان الثقافي الكبير الذي شهد منذ الساعات الأولى من انطلاقه إقبالا واسعا من الجمهور ونقاشات حية بين أقطاب الثقافة بين البلدين. هنا وفي قلب العاصمة السعودية يقام معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يعد أكبر محفلا ثقافيا متنوعا مسلطا الضوء على أهمية القراءة
بإنتاج منصات ثقافية وفكرية في شتى أنواع العلوم والمعارف، وذلك تأكيدا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030. من العاصمة السعودية الرياض، خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.